جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة للجار المؤذي هو وأولاده، هل نؤجر إذا صبرنا عليه أم نبحث عن سكن آخر؟ نعم، تؤجرون إذا صبرتم عليه، ومع مناصحته ونهيه عن الأذية تصبرون مع مناصحته وطلب كفه عن الأذى. وإذا انتقلتم إلى مكان آخر لتبعدوا عنه هذا راجع إليه، لا بأس بذلك. نعم.